السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كثروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها ان شاء الله باذن الله. الاخبار دي تكون حصريه لجميع توقعاتك الايام اللي جايه، مع اخبار ساره طبعا هتعود لحياتك، والطالع بتاعك هيكون مثل الشمس بالظبط اللي هينور طريقك باذن الله. وهنشوف مع بعض ايه التوقعات اللي عندك وايه الاصدارات الجديده اللي انت بتصدرها الايام دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، صل على الحبيب، وانزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بص يا برج السرطان، انت هنا عندك حل مشكله رهيبه، عندك حل مشكله رهيبه. المشكله دي هتتحل في اقرب وقت عشان هي عملت لك توتر كتير جدا. الشخص اللي ظلمك ده حاليا عايش ومرتاح، بس احب اقولك انه ربنا هيبتليه بمرض وهتشوف حقك قصاد عينك. والسرقه اللي حصلت لك دي ربك هيوريك انه كل جنيه اتاخد منك بس انت كنت تعبان فيه، هيوريك هيتردلك ازاي، وهيوريك حقك هيرجع لك ازاي. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. طيب انت ليه عايش دايما في حرب ودايما بتحارب وبتعافر؟ عندك معافرة في حياتك، حاسس ان حياتك ماشية زي الدوامة ومفيش حاجة بتكمل عندك. طيب المواجهة اللي عندك دي مع اقرب الناس ليك يا برج السرطان، مع اقرب الناس ليك. اقولك على حاجة كمان، من فترة انت وقعت في مشكلة، وقعت في مشكلة بسبب حد كنت بتدافع عنه، او هو فضل يجرجر رجلك لحد ما وقعك في مشكلة. انت عندك مشاكل على طول مش قادر تحلها. بسم الله ما شاء الله، عندك رزق وحظ وفير يا برج السرطان، عندك حظ وفير بإذن الله. بص، حاول تهدى وتهدي أعصابك. الحرب اللي انت فيه والنفور اللي انت فيه والكره لنفسك، لا، انت عندك امور حلوه جدا جدا الايام اللي جايه. انت حاسس ان فعلا انت حياتك متدمره نفسيا وجسديا، واتخدعت من اقرب الناس ليك. اقرب الناس ليك كده هم اللي خدعوك، وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في واحده غيرانه منك ودايما بتحاول تقلدك في كل حاجه. ايه الحاجه اللي انت مستنيها؟ في ام الشريك دي خبيثه، ام الشريك دي خبيثه، عايزة تفرق حياتكم، عايزة تخرب بيتكم، مش عايزة لكم الراحة ولا عايزة لكم ان انتوا تكونوا حياتكم متكاملة. ليه بقيت تحلم احلام مزعجة؟ بقيت مش عارف تعمل ايه؟ طيب قولي اخرة المسافات اللي انت فيها دي ايه؟ اخرة الحياة، اخر اللي انت فيه ده ايه؟ الورقة اللي منتظرها دي، الورقة اللي انت منتظرها دي، يا هل ترى ورقة الانفصال ولا ورقة السفر ولا ورقة الترقية ولا ورقة النجاح؟ طب البومتين اللي عندك اللي هم مدمرين حياتك دول اخرتهم ايه؟ الباب اللي اتقفل في وشك ده اخرته ايه؟ هل هيتفتح في يوم من الايام؟ هل ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك؟ هل هيبقى لك حظ حلو في الحياة؟ كل دي اسئلة انت بتسأل نفسك عليها ومش لاقيلها اجابة، صح يا برج السرطان؟ بتسأل نفسك أسئلة كتيرة جدا، بتقول يا رب أنا ماليش حظ ليه؟ لأ، طب أقولك على حاجة، لو ليك نصيب في حاجة حتى لو كل البيبان مقفولة، ربنا هيرتب لك كل الأسباب لحد ما تبقى في إيدك من تاني. ولو مالكش نصيب ربنا هيرضيك بحاجة أحسن مما تتخيل في حياتك، أحسن مما تتخيل في حياتك. لو أنت حاسس إن أنت زعلان ومقهور، صدقني ربنا هيكرمك، علشان انت اتخذلت من اقرب الناس ليك، وكمان اقرب الناس ليك دول عملوا لك صداع وتوتر وكسروا قلبك، وكسروا قلبك. بس انا شايفه لك خير وشايفه لك رزق، شايفه لك خير وشايفه لك رزق. انت دايما بتعاني من الحسد، وبتعاني من الحسد الشديد اللي هو مسيطر على حياتك والسحر، وده عامل لك وجع في الركبه وصداع مستمر زي ما قلت لك.
ومخلي حياتك مش عارف مفيش حاجه فيها بتكمل وفيها نفاق. عايز اقول لك على حاجه كده يا برج السرطان، سريعا خد حذرك، انت من محسود من اقرب الناس ليك ومتراقب، ومن اقرب الناس ليك عايزه سقوطك وعايزه توقعك وعايزه تكسر نفسك وعايزه تكسر نفسك. مريت بمراحل صعبه واخترت طريق مسدود، بس ربك موجود عشان عندك حد هينور لك الطريق ده بشمعه بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. اللي مزعلك ايه انت يا برج السرطان؟ اللي مزعلك انه دايما اقرب الناس ليك بتكتشف خداعهم وظلمهم وان هم دايما بيتكلموا عليك. اللي مزعلك عمرك اللي ضاع وايامك اللي راحت على اشخاص ما يستاهلوش محبتك ولا يستاهلوا محنتك. اللي مزعلك طيبه قلبك وجدعنتك وتفهمك للحياه. اللي مزعلك ان انت كنت دايما بترد لهم، بترد بتربيتك ومعدنك النظيف وبتعتبرهم حاجات اساسيه في حياتك. اللي مزعلك ثقتك اللي ما طلعتش في محلها. اللي مزعلك العشم اللي انت عشان دي نفسك بيه في ناس ما تستاهل. اللي مزعلك الكرم اللي انت عملته في الناس اللي هي ردت عليك بالكسوه، ردت عليك بالكسوه وردت عليك بنكران الجميل. اللي مزعلك انه محدش كان واقف جنبك وقت ما انت كنت عايز. اللي مزعلك ان انت دايما كنت بتقف مع الناس ومحدش كان واقف جنبك. ايه اللي مزعلك؟ زعلان على نفسك ولا على الناس اللي بتدخل حياتك؟ انت حواليك ناس اقسم بالله اوسخ من كورونا، حواليك ناس في الحقد والغل والحسد ونقارين الجميل وكمان قلالات الاصل. حواليك ناس دايما عايزه توقعك وعايزه سقوطك، دايما بتشكي باعراض كتيره جدا انت يا برج السرطان. انت حواليك ناس مش عايزه غير الاذيه. خلي بالك في غدر بيحوم حواليك بقاله مده من اقرب الناس ليك. حاول يكون ليك رده فعل وحاول تصفي حساباتك وتحط النقط على الحروف علشان ما تخسرش حاجات انت في النهايه مستغني عنها. عندك سفر وعندك توقيع ورقه وعندك مفاجاه حلوه وعندك تيسير في الامور وعندك تحسين في الوضع باذن الله. بس خد حذرك تاني، اقرب الناس ليك هم اللي عايزين يوقعوك يا برج السرطان. الفترة اللي جاية دي يا برج السرطان انت عندك تحسين في كل الاوضاع. هقول حاجة اخيرة كده على برج السرطان. برج السرطان اللي هيجيله على سكة مش هيرحمه. برج السرطان حاليا هيبقى شمعة هتحرق اي حد يقرب منه. برج السرطان ناوي يولع في اي حد اذاه وفي اي حد اكل حقه وظلمه. برج السرطان ناوي نية مش كويسة خالص. فبرج السرطان عشان تكسبه ما تتعاملش معاه في النفاق وفي الخداع ولا تكذب عليه. عايز تكسبه تعامل معاه ببساطة، هو شخصية جميلة وطموحة وبتحب البساطة. برج السرطان لو جيت له على سكة مش هيرحمك. برج السرطان حاليا هيحط النقط على الحروف وهيبقى زي الشمعة المولعة. لو جيت له على سكة صدقني مش هيرحمك، هيحرق كل اللي هو يقرب منه. ودي نصيحتي لشهر يوليو يا برج السرطان. حاول تهدي اعصابك وتصفي حساباتك وتقطع علاقاتك مع اي حد عامل لك دوامة وحيرة واي حد ظلمك. برج السرطان قلبه حاليا بقى زي الحجر بسبب اللي شافه وبسبب اللي هو عاشه. برج السرطان ناوي يعمل عملية او ناوي انه عنده حد هيعمل عملية. برج السرطان حاول تخلي بالك من اطفالك. عندك رسالة قريبة جدا جيدا جايلك، وعندك مكالمة هتجيلك من حد انت كنت مستنيها من بدري. عندك رجوع حق باذن الله وجزء من ظلمك وكسرة قلبك وحرقة حياتك. السحر المعمول لك ده انت مرشوش عندك، انت ولا شرب ولا انت اكله. السحر ده مرشوش عندك في بيتك، عشان كده دايما بينك وبين الشريك نفور ومشاكل. والسحر اللي بيتجدد لك منها ما تقلقش، ان شاء الله باذن الله ربنا هيقلب السحور عليهم، علشان خاطر في ناس ما بتحبش تشوف حد مبسوط ولا مرتاح، رغم ان انت ما كنتش بتعمل معاهم غير كل الخير. فمش عايزاك تقلق في اي حاجة خالص عشان انت هيكون عندك تقدم. بص كسرة قلب بينالك قوي. كسرة القلب دي ان شاء الله باذن الله ربنا الوحيد اللي قادر يجبر بخاطرك ويريحك. في سحر تعطيل، والسحر التعطيل ده مخليك مفيش اي اكتمالات في اي مواضيع. فان شاء الله باذن الله امورك هتتظبط، امورك هتتخلص منها. في كمان هنا حد ست عجوزه، في حد عندك ست عجوزه. الست دي تعبانه نفسيا بسبب زعلانه عليكم، يعني زعلانة على الأمور اللي انتوا فيه.
وفي جارة واحدة من الجيران بدغير وحقودة، فياريت تخلوا بالكم منها. اقدر اقول ان جزء من ظلمكم، جزء من اهانتكم، جزء من كرامتكم هيترد لكم الايام اللي جاية. بس في خوف، في خوف عندك من شريك، خوف من عذاب، خوف من المستقبل. انت عندك طاقة خوف رهيبة، خايف من حاجات كتيرة جدا، والحاجة الوحيدة اللي خايف منها المستقبل. في نصيب حلو ليك، اطلع لي من العزلة، اطلع لي من الطاقة السلبية، ما تخليهاش تسيطر عليك، انت اللي تسيطر عليها، ما تخليش اي حاجة تسيطر عليك ممكن تأذيك. طيب الكركبة اللي انت فيها دي هتطلع منها، ودي من غير اي كلام. انت المشكلة اليومين دول كاره الدنيا كلها، مش عاوز تتكلم مع حد ولا عايز تفكر في حد، كل اللي نفسك ان انت تخلص فيه اوراق المحكمة، نفسك تخلصها علشان خاطر انت مبقاش ليك نفس لأي حاجة. ما تصدقني ربنا هيجبر بخاطرك الايام اللي جاية، والهم والمشكلة الكبيرة والحمل اللي شايله لوحدك ده ربنا هو الوحيد اللي قادر يطلعك من اي حاجة. اثبت وجودك بنفسك، وبلاش الطيبة الزايدة عن اللزوم مع اشخاص ما يستاهلوش ان انت تكون طيب اكتر، يعني ما يستاهلوش منك الطيبة دي. وازن امورك ووازن علاقاتك عشان تطلع من كل التوتر والحيرة. خلي بالك انت في ناس نزلت من نظرك في علاقات سامة، او في حد من هنا من ابراج ترابية او نارية حصلت خيانة او سرقة، ومش برضو مش حابب تتكلم في اي موضوع علشان الحاجات دي بتعصبك قوي وبتضايقك لما انت بتتكلم فيها عن سرقة مالك او سرقة فلوسك. فياريت تحط نقط على حروف وتشوف الحاجة اللي انت عايز تعملها. انت من جوه قلبك بتدور على الحب، من جوه قلبك بتدور على الحنان، بتدور على الاستقرار. جواك كركبة زي ما قلتلك، ودموعك نازلة ليل ونهار بسبب حظك، ان حظك قليل. بإذن الله ربنا هيكبر بخاطرك وهيريحك جدا، عشان خاطر انت محتاج دعاء، محتاج حاجة تفرحك. انت بقالك سنين شايل حمل الحية والبومة الحقودة اللي بتعمل لك اصحار، ممكن تكون من الجيران المقربين لحياتك، ودي طبعا مش حبالك الخير، رغم ان انت ممكن تكون عارف مين اللي بيعمل لك اصحار وساكت. والألم اللي في المعدة ده انت كشفت اكتر من مرة، زرت الطبيب ومحدش فادك في اي حاجة. ياريت تخلي بالك من نفسك، ان شاء الله باذن الله هيكون عندك حياة حلوة، هيكون عندك استقرار في مواضيع كتيرة جدا. بس لو في طرف تالت انصحك ان انت ما تخليش اي حد يتدخل في حياتك، ما تخليش اي حد ممكن يأثر عليك بأي طريقة. ازرع لنفسك الخير وما تتكلمش مع حد. في كمان هنا صلح، في صلح ان شاء الله الايام اللي جاية. وفي صديق، الصديق ده هتلاقيه حد كده واقف معاك وهيدعمك في طاقات كتيرة جدا حلوة. في سر، يلا افرح، في سر اهو هتكتشفه، والسر ده من بعده هتعمل حاجات كتيرة جدا. السر ده من بعده هتاخد قرارات في حياتك مختلفة عن اي موضوع. اختصر ناس في حياتك، اختصر حاجات في حياتك عشان التحسنات وعلشان خاطر الامور اللي عندك. اكتر الناس اللي دمرتك لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك، لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك دمروك وخذلوك، وكمان كانوا بيعايروك بحاجات انت ما عملتهاش،
فياريت انت تهدي لي بالك الايام اللي جايه، عشان باذن الله ربك هينصرك. عندك زي ما قلت لك القرين ولمسه عاشقه، بتقف قدام المرايه كتير، بتحبوا نفسكم اكتر، في حاجات بتعملوها ما ينفعش تتعمل علشان خاطر انتوا مش ناقصين، انتوا اللي فيكم مكفيكم، ولا محتاجين غدر ولا محتاجين خيانه، ودايما عندكم نفاق وظلم من ناس انتوا يعني ما عملتلهمش اي. مشكلتكم ان انتوا في حاجات ما بتعملوهاش وبتيجي عليكم، في حاجات انتوا ما يكونش دعوه بيها، مالكم يعني حاجات انتوا ما تخصهم ما تخصهم، يعني حاجات مش تبعكم خالص، وبرضو بتلاقوا الامور بتتبدل في هنا. خلال الايام اللي جاية باذن الله بامر الله تعالى هتكون في افضل حال، وهتكون في قمة العليا، علشان انت عندك اجوبة، وزي ما قلت لك من بعد السر اللي انت هتكتشفه هتحط نقط على حروف. بس ابعد لي عن الكركبة، عارف الموضوع اللي شاغل بالك واللي نفسك ان هو يحصل، ان شاء الله باذن الله هتحصل معجزة من عند ربنا فقط لا غير، وما هتكونش مصدق الفرحة اللي انت هتكون فيها، وهتقول اخيرا ربنا عوضني، انا صبرت كتير وصبرت لحد ما اتوجعت واتظلمت وتخاب املي في ناس كتيرة جدا. كل المطلوب منك ان انت تعيد حساباتك، كل المطلوب منك ان انت تروق نفسك بنفسك، تهدي لي بالك من الضغط النفسي اللي انت فيه، ومهما تكتشف خيانات وتكتشف غدر وطعنات اتأكد ان ربنا بيحبك، اتأكد ان ملاش لو ربنا ما بيحبكش مفيش اي حاجة ممكن تعمل لك ازمة. فانت عندك فرحة، عندك تغيرات، عندك ازمة هتطلع منها، وعندك كمان طاقة فرج وتغيرات جذرية هتحصل لك في حياتك، وفي نفس الوقت هتعيد الحسابات اللي عندك، وهتاخد قرار حاسم صالب، وهتغير فيه من بعض الامور اللي عندك مع تغيرات ايجابية وفرحة طال انتظارها باذن الله بفضل ربنا. بقالك مدة مهموم، بقالك مدة شايل الحمل لوحدك، حاسس بالغدر من كل مقليك، في كمان فرحة، ما تقلقش، على قد ما في حزن وعلى قد ما بقالك سنين بتعافر وبتجاهد علشان توصل لحاجات كتيرة جدا، في هنا اخبار وفي فرحة هتريحك. كمان انت هنا محتاج طاقة، مسؤولياتك زادت وبالك مشغول جدا بكل الناس اللي حواليك، بتديهم اهمية اكبر من حجمهم، وده اللي تعبك نفسيا. وانا دايما اقول لك وازن امورك، ما تديش اكتر ما تاخد. حصل انفصال بينك وما بين شخص، او فراق بينك وما بين شخص اكتشفت خيانته، وهو كان دايما بيدعي ان هو بيحبك وان هو مش شايف غيرك، بس انت اكتشفت قد ايه الشخص ده مش كويس. عندك هنا كمان طاقة ايجابية، طاقة ايجابية هتكون خير وهتسعدك وهتديك فرحة طال انتظارها. بالك مشغول برزق، في رزق هنا بالك مشغول بيه، او بأسئلة تخص المال والفلوس، يعني انت عندك بعض الامور فيها كركبة. حصل عندك من فترة مشكلة صحية، وده بسبب الاهمال، وبسبب ان انت بتشوف احلام كوابيس، وفي هم كبير جدا شايله على كتفك لوحدك، مفيش حد بيساعدك ولا حد بيديك حاجة، هم رامين عليك الحمول كلها وسايبينك. في كمان هنا رسالة، الرسالة دي هتكتشفها، ومن بعد ما هتكتشفها هتكتشف حاجة هتزعلك قوي. في كمان تسديد ديون او فك قرب، في حاجة هتعملها اليومين اللي جايين برضو هتفرحك. في طاقة حزن هنا، هنا في طاقة حزن على ناس ما كانوش يستاهلوا، وفي ناس مركزة معاك اول فترة دي، شغلين بالهم بيك،
ومستعدين ان هما يقلبوا حياتك في اني تحتاني. لدرجة ان انت نفرت وخرجت منهم وطلعت من حياتهم علشان حسيت ان هما ممكن يضايقوك، حسيت ان هما ممكن يعملوا لك مشاكل، وانت عندك زعل على ناس في حياتك، يعني انت زعلان برضو، وفي تفكير رهيب، طاقة تفكير رهيبة مش سايباك في حالك، وفي حاجات كتيرة جدا بترددها اليومين دول، او في نفسك في حاجة تتم، يعني انت في تردد عندك كتير. وخلي بالك انت الفترة اللي جاية دي مش من احسن الفترات ان انت تعيد حساباتك وتكتشف حاجات في حياتك. الفترة اللي جاية حياتك العاطفية هتكون صافية، مع العلم ان شريكك بيتعبك، مع العلم انه دايما عندك علاقاتك العاطفية فيها مشاكل بسبب ناس بتتدخل، بسبب ان انت والشريك اهمل فيك، في بعض التوتر عندك وبعض الحيرة. فالايام اللي جاية هتلاقي شخصين هيدعموك وهيكبروا منك وهيسعدوك وهيوصلوك للباب اللي انت مستنيه وبقالك مدة بتسعى عليه. فانا مش عايزاك تقلق خالص، علشان انت عندك طاقة قوية جدا، الطاقة دي هتفرحك وهتخليك تطلع من المود اللي انت فيه، وفي نفس الوقت هيبقى عندك خاتم خطوبة، خاتم زواج، خاتم ارتباط ابدي، الله اعلم، بس هيكون عندك فترة من الراحة. وفي هنا كمان واحدة ست قريبة منك بتدعي ان هي بتحبك وان هي حبالك الخير، بس الست دي بتتكلم عليك من ورا ظهرك ومدياك الوش الحنين، فياريت تخليلي بالك منها وما تسمعش لأي حد. ممكن يعني تسمعش، انصحك ان انت ما تسمعش لاي حد تحس ان هو بس كلامه ممكن ان يعني يريحك، بس انت عندك في قلبك كده نار، يعني انت في قلبك نار ومش ساكت وتعبان، يعني انت مش ساكت وتعبان، رغم ان انت دايما متألق، رغم ان انت دايما واثق من نفسك، رغم ان انت دايما حياتك راضي بأي حاجة تحصل في حياتك، بس عندك بعض المشاكل، عندك بعض الضغط من الأشخاص اللي دايما أذينك وبيتكلموا عليك في حاجات انت ما عملتهاش. مشكلتك ان انت في حاجات بتترمي عليك انت ملكش ذنب فيها، بس بيقولولك لا انت اللي عملت الحاجات دي، انت شخص كذا كذا، رغم ان انت والله ما في أطيب من قلبك ولا في يعني بتسعد ناس على سعادتك. دايما اقول لك خلي بالك ان هما ماشيين معاك في عملك، ماشيين معاك في مجال حياتك، الناس دي عايزين يوقعوك، عايزين يحفروا لك، عايزين يأذوك. انت دايما فاتح بيتك للغريب، فاتح بيتك لكل الناس، يعني هما بيشربوا وياكلوا معاك وبيأذوك. بص، تعابين في حياتك ونفور وقطع علاقات مع ناس كتيرة جدا. انتوا دايما متهيئ لكم ان انتوا حاجات كتير مختلفة، انتوا الايام دي بتفكروا صح في قرارات لازم تاخدوها، في ناس هنا هتقف جنبكم وهتدعمكم في الخير. بص هنا، انت هنا بتحصنوا نفسكم، بتشتغلوا على نفسكم، بتفكروا صح، ناويين على حاجة هتعملوها صح، ناويين على مواضيع صح. انت بعيد عن ربنا، فياريت تهرب لربنا اكتر وتستعيد ثقتك بالله عشان خاطر ربك يبعد عنك الناس المؤذية. تحياتي ليك يا برج السرطان، الاعراض اللي انت بتحسها لما بتصحى من النوم اكتبها لي في الكومنتات، ودايما تفائلوا بالخير تجدوه، ولو عليك ندر يا برج السرطان اوفوا بيه، الاجهاض اللي حصل لك ده صدقني ربك هيعوضك خير او هيكرمك بحاجات احسن بكتير باذن الله، ودايما ربنا بيكتب لك هو ما هو جميل والحاجه اللي تكون من نصيبك وتستاهل. الحيره اللي انت فيها دي هتطلع منها بفضل ربنا. تحياتي ليك يا برج السرطان.